الخطيب ورأس الجول ورأس الباب ولكن الكورة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. النادي الأهلي بيتقدم ببلاغين للنائب العام ومكرم محمد أحمد ضد مرتضى منصور. النائب العام طبعا في الإساءات المتكررة من مرتضى منصور ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته والخطيب، شفنا مبارح الإساءة لعلي معلول بيهاجم الجميع في النادي، حتى رامي ربيعة عشان تدخل بكرة فكرة عادية، يعني راجل مدافع وبيلعب لعب الطبيعي، وده المفروض ماشي، احنا بنلعبش يعني بنلعبش باليه، يعني المفروض ان احنا بنلعب كرة قدم، وكرة القدم للرجالة يعني. فالهاجم الجميع وإساءات والخطيب وشقة ومش التحرير وكل ده أكاذيب، كلم عن اي حد تاني ممكن ايه خش جواك زر تشك، الا الكلام عن الخطيب علي معلول وقرد ونسناس وبتتحرك وبتعمل وبتاع، وانتهى ال اساءة استخدام آلة اعلامية او الظهور على شاشة التلفزيون يعني. وبرضو النهاردة يعني الكلام ده قالوا ابراهيم المنيس، انا كنت اتفرج على برنامج الزمالك اليوم وبتفرج على ملك وكتاب، اتفرج على زمالك اليوم احس ان انا مخنوق ودخانه وبتاع، كانك انت كده تحت الميه حاسس ان انت تتخنق او في مكان كله دخان وبتاع هتموت، تروح طالع بسرعه علشان تاخد نفس كويس وجو وحاجه جيده كده يعني، نفس واجواء وبتاع، ما فيش فيه لا اتربه ولا ادخنه، جو نقي يعني، تروح لجو نقي عشان تاخد نفس وترجع تاني تواصل، لانك على ما يبدو الواحد ادمن الجو زي ما قلت لحضرتك مش شايف النشاره بتاع فيلم الباز بيه بتاع المزاجنجي. عدلي القيعي وابراهيم المنيسي اكدوا على القصه دي وقالوا ان النادي الاهلي مش هيفرط في حقوقه ولا في حقوق لاعبيه ولا في حقوق مجلس ادارته ولا في حقوق جماهيره، واتكلم عن اللي حصل من مرتضى منصور وقالوا انه عاوز يسرق مننا فرحه الدوري وعاوز يوجهنا لموضوع تاني زي ما قلت حضراتكم. وأكد الكلام ده محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وقال إنه سوف يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك بعد تصريحاته الأخيرة ضد مجلس إدارة النادي الأهلي وهجومه على اللاعبين. وقال عثمان في مداخلة هاتفية برنامج مالك وكتابة اللي بيقدمه إبراهيم المنيسي وعادل القيعي على قناة النادي الأهلي، كلفت من مجلس إدارة الأهلي تقديم بلاغ جديد ضد رئيس الزمالك بسبب إساءته للنادي الأهلي وجماهيره، وذلك في مداخلة هاتفية في إحدى البرامج التلفزيونية بالأمس. وقال سيتم تقديم البلاغ إلى النائب العام خلال الساعات القادمة، واختتم وقال سيتم تقديم شكوى إلى مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بسبب استخدام قناة المحور منصة لتوجيه السباب للشخصيات العامة ورموز رياضية، وهذا يحض على الفتنة بين الجماهير ويجب على الدولة أن تتدخل لإيقاف ما يحدث. واتكلم مع عدلي القيعي وقال إنه بيطالب مجلس الشعب، قال لك مش معقول الحصانة دي، واحنا كنا بنطالب بيه وبنتكلم فيه من فترة طويلة، الحصانة دي مش معمولة عشان أبقى أنا محصن إن أنا أتحاكم، إحنا النادي الأهلي بيمشي في الطرق القانونية اللي كفلوا له القانون والدستور وعشان ياخد حقه زيه زي أي مواطن عادي، لا بنرد بنفس الأسلوب ولا بنتصرف بنفس الأساليب، لا إحنا عايزين ناخد حقنا، القانون بيقول لك لو شخص أساء ليك أو سبك أو قذفك تتجه للقانون، القانون بيجيب لك حقك ده الطبيعي يعني، لكن الحصانة هي اللي عاملة الأزمة. وطالب زي ما بقول لحضراتكم رئيس البرلمان واعضاء مجلس الشعب او اعضاء البرلمان انهم يرفعوا الحصانه عن مرتضى منصور عشان يتحاسب كانه فرد طبيعي، الحصانه مش للهجوم ولا للاساءه، الحصانه عشان تجيب حق الناس ده الطبيعي المفروض، لما ان انت بتستغلها عشان تهاجم الناس وتجيب وتحبس ناس كمان بما انك ترفع عليهم قضايا على الرغم ما عملوش ربع اللي انت بتعمله. فاتكلم عدلي القيعي وقالك بطالب اعضاء البرلمان انهم يتخذوا موقف جاد ويرفعوا الحصانة عن مرتضى منصور عشان الطرق القانونية تقدر تاخد مجراها. النهاردة لو الحصانة ما ترفعتش كبلاغ الأهلي هتحفظ بالأدراج، وبكرة هنطلع تاني جماهير النادي الأهلي هتتشتم ومجلس إدارته هتتشتم والأهلي هيتشتم، ده كله ليه يعني؟ مش مناخ رياضي يعني، منتهى الإساءة أو منتهى سوء استخدام السلطة زي ما بيقولوا يعني. ده بخصوص البلاغ اللي هيتقدم به النادي الأهلي بكرة للنائب العام. أما بالنسبة لمكرم محمد أحمد علشان البرنامج يتوقف ده شيء طبيعي يعني، وانا اعتقد المفروض ان في لجنه متابعه للبرامج، الحاجات اللي زي كده مش محتاجه
ان انا اقدم بلاغ. لا، ده انت النهارده بتشوف وبتتابع، وفي عندك لجان، ناس خاصه بالسوشيال ميديا، وناس خاصه بالتوك شو، وناس خاصه بالبرامج الرياضيه، بتشوف المخالفات فين وتوقع عقوباتك على المخالف. ما استناش مني ان انا اعمل لك بلاغ، ده الطبيعي وده المفروض يعني. اما برنامج الزمالك اليوم، اتكلم خالد غندور وابتدى يعني بدايه البرنامج بنهني النادي الاهلي ومنهنيش النادي الاهلي، وهرد لك الزمالك واللي جاي احسن لنادي الزمالك ومش عارف ايه، لكن بصراحه قال لك الزمالك اكتر فريق عنا بسبب اصابه جنش، ورفض اتحاد الكره فتح قيد استثنائي لنادي الزمالك. قال واي واحد يتصاب له لعيب في بطوله افريقيا يقول لك قيد استثنائي؟ تم بنقول ما حدش رد علينا ليه لحد دلوقتي؟ مروان محسن لما اتصاب الدوره اللي فاتت في الجابون 2017 مع مصر، النادي الاهلي ما طلبش ليه او ما استبدلناش لاعب مكانه، او ما قلناش لا نبقى في قيد استثنائي لفيرود؟ وفيرود مهم، وانت بتقوله كان فيرود منتخب مصر يعني، لكن انت بتكيف الامور على مزاجك. قال لك بقى ايه وتدخله في قصه رمضان صبحي، وازاي رمضان صبحي الثاني يلعب ومش يلعب ومش عارف ايه، والموسم ما انتهاش والقيد ومش القيد، وكان المفروض عقده ينتهي 30/6 او اعارته وجدد عقده، فنادي الزمالك هتتخذ كل الاجراءات القانونيه او يشتكي في اتحاد الكوره ويقدم شكوى اتحاد الكوره لو شايف انه ليه حق. معاك كامل الحريه وكامل الحق، محدش يقول لك حاجه، لكن زي بقول لحضرتك، النادي الاهلي ما بيلعبش يعني، النادي الاهلي ما بيتكلمش من فراغ. لجنه شؤون اللاعبين والاتحاد المصري هو اللي اعلن ده قبل بدايه الموسم، ان الاهلي استفسر عن قصه رمضان صبحي، وقالوا اتخذوا قرار انه يلعب عادي ما فيش مشكله، زي بالنسبه لفريق الجونه. فريق الجونه عنده 5 معارين من النادي الاهلي، عقدهم كان 30/6 ولعبوا ماتش الزمالك الشهر ده، يعني شهر الجاري اللي احنا فيه شهر 7 ده بعد انتهاء اعارتهم. القصه النادي الاهلي ما بياخدش قرار كده وهو نايمين يلعب رمضان، لا، لازم كل اجراءات قانونيه. ده انت بتتكلم في نادي من اكثر نادي تتويجا في العالم يا خالد، ما ينفعش اللي انت بتقوله ده. قال لك النادي الاهلي لم يقدم موسم، يعني قال لك من هو مش الاحق، النادي الزمالك ضيع وما ضيعش وعمل وفرط في نقاط سهله. وانا عايز افهم برضه، كل مره برد نفس الكلام، سامحوني يعني، الزمالك فرط والاهلي ما فرطش يعني؟ ما انت لو بتقول لو الزمالك كسب النجوم، طب ما الاهلي لو كان كسب المقاولين، لو الزمالك ما كانش اتعادل مع مش عارف مين، لو الاهلي كان كسب بيراميدز، لو الاهلي، ما اللي بيجرى عليك يجرى على كل، لو دي لو للكل مش ليك انت لوحدك بس. النادي الاهلي في النص الاولاني عنده 17 لعيب مصاب، طب نقول لو اللعيبه كلها مكتمله زي ما انت بتقول، لو جنش كمان موجود ما اتصابش، لو كهربا ما هربش، لا احنا عندنا لو كان وليد سليمان موجود ما كانش اتصاب، لو كان اللعيبه موجوده، لو كان محمد، لو كان لو في لعيبه كتير في النادي الاهلي اتصابوا، لو قلنا لو ما كانوش اتصابوا ما كانوش ده حصل، لا حول ولا قوه الا بالله. انت اللي بتقيسه يعني، بص للناحيه الثانيه يعني، اتكلم وهاجم برضه من الشيء الغريب، المفروض ان هو لاعب كوره مش لاعب باليه يعني. خالد الغندور قال لك رامي ربيعه تدخل مع محمود علاء، محمود علاء ده اللقطه، افضل لقطه في المباراه لما محمود علاء وقع، مفيش حد حواليه في الاول من لاعبي نادي الزمالك، كل اللي حواليه رامي ربيعه وشناوي ومحمد هاني واثنين لعيبه كمان من الخمسه لعيبه حوالين محمود علاء، وتتكلموا في منتهى لك دخل فيه والحكم ما حسبش حاجه، وهم نتكلم عن حكم المباراه بطريقه يقول لك حكم غير جيد. اه فعلا هو حكم يعني، من اول ما جه انا اتكلمت عنه ان حكم من دوري مجري ضعيف ومش دولي والكلام ده كله، لكن اخطاء ملموسه جوه المباراه نقدر نقول اه في فاولات، في اوتات، في مش عارف ايه، حاجات كلها مش مؤثره. لكن يقول لك لا لا لا، الحكم ده ضربه جزاء بتاعت عمر السعيد، عمر السعيد دي ضربه جزاء، ده عمر السعيد المفروض ياخد انذار على التمثيل، محمد شناوي واخد كورته والتاني رخبط فيه وراح واقع، مين اللي ياخد انذار للتمثيل؟ ده انتوا يعني مش فاهم. وبعدين برضو من ضمن الحاجات الغريبه الشيزوفرينيا، ايوه الشيزوفرينيا بتاعت خالد الغندور، هو انا عايز اسال سؤال، هو المنافق، مش انا ما بتهمش حد بالنفاق عشان ما حدش، المنافق ده ايه؟ مش بيقول حاجه وبيعمل عكسها؟ النهارده واحد زي خالد غندور بيتكلم عن مجله النادي الاهلي، لما اتكلمت النهارده عن فوز النادي الاهلي ومانشيت النادي الاهلي، النادي الاهلي فاز، النادي الاهلي فاز بالقمه يا بيه، وانت ما يعني فوتت، انت كمان زي المقاولين يعني، مانشيت لما، لان رئيس الزمالك واعلام الزمالك كله بيتهم نادي المقاولين بتفويت المباراه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كسب المقاولين وبعدين كسب الزمالك امبارح، طب انت انا كسبت المقاولين عشان المقاولين فوت، طب انا كسبتك عشان انت فوت؟ يعني الكلام عادي اهو، مفيش اي مشكله، يعني انت كمان فوت المباراه؟ لا خالد، لا 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 ما ينفعش يا استاذ ابراهيم، ابراهيم منيسي راجل المفروض اعلامي كبير، المفروض احنا عقولنا كده، لكن مانشيت كده بنخاطب بيه الشباب بتوع 15 سنه بتوع السوشيال ميديا، ما ينفعش رمي الكلام من تحت لتحت، احنا مش عارف.
طب ويا عم خالد اللي انت بتقوله بتاع كل شوية ساعات ساعات ده ايه؟ بتقولوا سكتشات كوميدي؟ بتقولوا ايه يعني؟ فواصل كوميدية؟ بتقول زي بتاع برنامج ربع مشكل؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ النهارده برضو طلعوا يتكلموا مش عارف اتنين صحفيين ومع خالد غندور بيتكلموا عن قصة رئيس الاتحاد الألماني. انا قريت القصة دي من فترة. رئيس الاتحاد الألماني يعني ممكن من أكثر من شهر، رئيس الاتحاد الألماني قدم استقالته لأنه شعر بالحرب. ليه؟ لأن شركة راعية، واحد مسؤول في شركة راعية الاتحاد الألماني أهداه بساعة. فهنا علاقة شبهة كده تعتبر رشوة، لأن أنت خدتها بناء على حاجة أنت ليك علاقة بيها أو مرتبط بيها. النهارده يقول لك ساعة واحدة مش ساعات، ده أنت لسه قايل في نفس الحلقة، ده أنت ما عداش يوم ولا اتنين، لسه ما ينفعش العقول بتلوم. وبعدين مين اللي بيهاجم؟ ده النادي الأهلي بيعمله ده حاجات على خفيف. يقول لك وسيد عبد الحفيظ، وسيد سيد عبد الحفيظ اللي اتهاجم واتبهدل على مدار الست شهور ولا السنه كامله الموسم الكامل. ابراهيم النيسي اللي اتبهدل من مرتضى منصور طول الموسم الكامل. يقول لك احنا عقولنا يا اخي، نقوا برنامجكم واتكلموا عن نفسكم باحترام عشان الناس تحترمكم. لكن بالطريقه، وبعدين هاجم عماد السيد. عماد السيد ما ينفعش حارس زي كده يكون موجود في نادي الزمالك، وما ينفعش ومش عارف ايه. وبعدين عماد السيد يعمل مداخله يتكلم، لا انت من الناس المحترمه يا عماد. في نفس الحلقه يعني ابتدى بعماد وهاجم عماد واساء لعماد، وما ينفعش الكره تعدي وبتاعه، لعيب المفروض ان انت مش على قدر مستوى نادي الزمالك. اسحب، انت لعيب جيد يا عماد، وانت بس بتبقى ظروف، ونادي الزمالك مش هيسالك ان احنا كنا ممكن نخسر 3 نقط في ماتش الداخليه. في نفس الحلقه. والاغرب بقى ان هو جاب على التليفون محمد عواد، شفتوا الكارثه؟ ويقول لك الاتحاد واللوائح والقوانين واللعب النظيف، لاعب لسه عقده ممتد مع نادي الاسماعيلي. اولا مع صحفيين الصغير طلع واتكلم عن محمد عواد، قال ان محمد عواد يعني انا مع ضد الراي انه يرجع تاني الاسماعيلي الا لو اعتذر لاداره الاسماعيلي وجماهير الاسماعيلي. محمد عواد طبعا ما اعتذرش. محمد عواد تعاقد مع نادي الزمالك وخد مقدم تعاقد بناء على كلامه بعد ما اتفق الزمالك والاسماعيلي، لكن الاسماعيلي رجع في كلامه، بيهين اداره الاسماعيلي اللي هي سبب في رجع في كلامه. وقال هدد كده بشكل صريح، انا لو ما لعبتش في الزمالك مش هرجع الاسماعيلي، وهتجه لنادي اخر وهطلع بطاقه دوليه. طيب حلو قوي، امال زعلانين من كهربا ليه؟ انتوا زعلانين من كهربا ليه؟ طب ما انتوا طالعين على برنامجكم بتخلوا اللاعب يتحدى ادارته اللي لسه فيها عقد. وبعدين نسك لي موضوع محمود متولي، ليه الاسماعيلي واداره الاسماعيلي وجماهير الاسماعيلي ما عندهاش مانع محمود متولي ينتقل للنادي الاهلي، وعندها مشكله محمد عواد ينتقل للاسماعيلي للزمالك؟ مفيش مشكلة ما بين ده ينتقل الاهلي ولا ده ينتقل للزمالك، المشكلة كلها في الاتفاق المادي. انت عايز تاخد واحد ببلاش، الادارة شايفة، وعلى حسب كلام محمد عواد راح اعارة سنة الوحدة جاب للاسماعيلي 30 مليون، هيبيعوا لك انت باقل من 30 مليون؟ انت هتبيعوا لك لسه في عقد مثلا سنتين ثلاثة، هيبيعوا طلع من سنة ب 30. انت لما النهاردة بتتكلم عن كهرباء نفس القصة، بتقول كهرباء انا اعارته سنه ب 80 مليون، ودي الحاجات دي اخدها للفيفا عشان اطلب التعويض اللي انا عايزه بناء على الاعاره هو فاكرها سايبه. طب ما هو الاسماعيلي بيتعامل نفس فكرك ونفس مبدأك، هو اللي هو حلال لك وحرام على الاسماعيلي. لكن الاغرب اللاعب يطلع ويتحدى ويقول لك انا مش هلعب، يعني بتمنى وبعتذر لجماهير ومش بعتذر، بشكر جماهير الاسماعيليه على انهم وقفوا معايا، لكن انا مش قادر اكمل ومش قادر مش عارف ايه، وكفايه عليا كده، وقال رغبتي ان انا اكمل في زمان. ايه الكلام؟ لو يدرعكم تعاملوا ب 100 مكيال، وده الطبيعي بتاعهم يعني مش شيء غريب. وهاجم عدل القيعي على موضوع المستطيل الاخضر ومش المستطيل الاخضر، قال لك وهنا وضح خالد غندور غير احمد جمال بقى. احمد جمال بيقول لك ايه؟ الدوري هيتحسم خارج المستطيل الاخضر زي ما قال عدل القيعي، بيفسرها لجماهير الزمالك ان عدل القيعي هو اللي هيعمل مؤامره عشان النادي الاهلي ياخد الدوري. عدل القيعي النهارده خالد غندور اتكلم بشكل اوسع، قال ان عدل القيعي كان بيلمح لوجود مؤامره ضد النادي الاهلي، وعشان وده الحقيقي، وده الحقيقي. النهارده عشان النادي الاهلي بقى افسد المؤامره، يقول له نقدر نقول دلوقتي بقى ان النادي الاهلي خد بناء على مؤامره؟ طب ما انت عارف يا خالد غندور، انت راجل مفروض موجود في الوسط القاري ده وليك علاقات، وتعرف قد ايه النادي الاهلي كان بيتحرك، وانت عارف. والضلال والنفاق ان انت تبقى عارف وتطلع تضلل الجمهور وتطلع تضحك على الناس وتضحك على وتصدق كذبه. ده انت اكتر واحد عارف، ده انت اشتغلت مع تركي آل الشيخ. انت شغال مع لا شغال مع تركي آل الشيخ، يعني عارف ايه الحروب اللي كانت على النادي الاهلي، كنت قريب من اصحاب القرار مين اللي تاجلوا الموسم ده. ليه الكذب؟ تكسب ود جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي سبحانك يا رب، جمهور نادي الزمالك عرف القصه، علشان كده بقيت مكروه من بعض جماهير نادي الزمالك. انت ومرتضى منصور والناس دي الحقيقه يعني مفيش احسن من الحقيقه اللي تقرب بينك وبين الجمهور. النهارده
بتكلم عن جمال، يقول لك الناس بتسخر من جمال عبد الحميد عشان جمال عبد الحميد قال جمله ان الزمالك ياخد. جمال عبد الحميد قال انا ما بفهمش، انت هو حكم على نفسه، طب ليه تزنق نفسك كده؟ انت راجل لاعب كوره وعارف ان الكوره مكسب وخساره، ممكن مباراه تبقى فايق فيها وحالتك البدنيه والنفسيه ودوافعك والفرقه الثانيه تبقى في ظروف احسن، انت لاعب كوره، ما انتش داخل في سباق وعارف ان انا هاخد مره ده سباق موسم كامل، مش سباق 100 متر بتتوقع حاجه بدنيه في اللحظه الانيه يعني، لا انت قدامك 362 يوم مده الموسم، ممكن شهر جيد شهرين مش جيد، بعد شهرين ترجع مستواك زي ما انت توقعت، فرجاني راجع ومصطفى فتحي، لا فرجاني رجع لمستواه ولا مصطفى فتحي رجع لمستواه، كهربا هرب وجنيش هرب، فكل حاجه قدم المشيئه ده اولا، ثم انك ما تعرفش ايه اللي هيحصل بكره، ما تجزمش على شيء انت مش ضامنه، حاجه مش في ايدك مش بتاعتك. اما بالنسبه بقى وكلم والكونفدراليه، ومره يقول لك جروس مش مدرب جيد، احنا ايه الكونفدراليه، الكونفدراليه سهله يعني، وقبلها قال احنا واخدينها من 16 سنه، لما هي سهله ما بتحصش ما بتخشش في البطوله دي اساسا، مش ما بتاخدهاش، ما بتشتركش في الكونفدراليه ودوري الابطال بقى لك كام سنه. ده بالنسبه ل خالد الغندور وكلامه وموضوع لاعب نادي الاسماعيلي محمد عواد. واتكلم بقى قال لك النادي الاهلي والكلام ده كله، جهات في الدوله وبتاع، هي بتقول لك النادي الاهلي ما بيقسموا الدوري مين ياخد اكتر ومين مش عارف ايه، وبعد كده النادي الاهلي ياخد عشان الشعب يبقى مبسوط. معنى كلامك ان انت اعترفت اهو ان الغالبيه العظمى من شعب مصر اهلاوي، لم لو كلامك صحيح ومنطقي ان النادي الدوله بتراضي الجميع، ومره يقول لك عشان النادي الاهلي بيستقطب كل اللعيبه ويفرغ، طب ما انت كذلك، والنادي الاهلي بس اللي بيشتري، انت كل سنه بتشتري لك 12 13 بيشتري لك فرقتين من 15 ل 20 فريق، النادي الاهلي بس اللي بيستقطب، بس الفرق النادي الاهلي بيعرف يختار مين عشان يوظفه فين، لكن انت بتختار علشان بعد سنه مش هينفع نبيعه تاني وناخد فلوس وبتاع والقصص اللي حضراتكم عارفينها. قال لك زي ما بقول لك النادي، اما بالنسبه للنادي الاهلي اتكلموا بشكل راقي بقى على قناه، بقول لك باخد نفس هنا وارجع اخد نفس نقي هنا. عادل القيعي وابراهيم المنيسي اتكلموا بشكل راقي عن نادي الزمالك، قال لك نادي الزمالك نادي الاهلي كسب الدوري في مباراة القمة، فاز بالدوري وفاز مباراة القمة على المنافس أو الشقيق نادي الزمالك الكبير، الزمالك الكيان، الزمالك اللي هو بيمثله كناس أسماء كبيرة محترمة، حسن شحاتة، فاروق جعفر، حلمي زمورة، وقال لك وعلاقة دي الناس ما تعرفش على العلاقة الجيدة بين حلمي زمورة والكابتن صالح سليم، واتكلموا في وأبرزوا الصورة الإيجابية لمباراة القمة زي ما قلنا لحضراتكم، الصورة بتاعت محمود علاء وحواليه خمسة من لاعبي النادي الأهلي. ده بالنسبة لبرنامج الزمالك اليوم وبرنامج النادي الأهلي مالك وكتابة اللي اتكلموا فيه. أما بالنسبة لعامر حسين، فزي ما أنتم عارفين عامر حسين كان تقدم باستقالته، كل لجنة المسابقات لجنة تقدموا باستقالتهم وجدد الثقة ليهم تاني عشان يبقوا موجودين معانا، الأخ أو الأستاذ ثروت سويلم. أما بقى عملوا شوية مداخلات، طبعا لو يفتحوا المداخلات لكل جماهير نادي الزمالك هيسمعوا ما طاب وما لذ وطاب زي ما بيقولوا كده من كلام ومن هات له والمرتضى منصور واحمد جمال والبرنامج، لكن على ما يبدو ان هم بيتصلوا بناس معينه يشكروا، وبعدين الناس اللي بتخش على شاكله برضه مرتضى منصور، احد الناس اسمه احمد من القاهره دخل عمل مداخله قال لك ما ينفعش مجهود طارق حامد يروح لمروان محسن، ما ينفعش اللي عمله مرتضى منصور يروح للخطيب، ما ينفعش انا اخويا اهلاوي مش مبسوط، نفس كلام مرتضى منصور، وقال لك اخويا قال عليا الطلاق بنفس الاسلوب بتاع مرتضى منصور، نفس لو مرتضى منصور ده في دوله تانية واللي بيعمله ده يبقى رئيس وزراء، كل ده اي كلام في اي كلام. ومعاهم النقاد الرياضيين هاجموا طبعا احمد ناجي ان هو سبب في المصيبه والحمل التدريبي زياده على جنش وقطع مش عارف بطل اكيلس، وقال لك مش عارف مدرب منتخب مين كان بياخد واحد اسمه شهاب معرفش بتاع ايه عشان يبقى موجود معاهم بسبب اصابه الحارس الثالث بتاعه عشان يوزع الحمل التدريبي. يا استاذ طب ما هو عمل كده وضم ابو جابر، مش بعد اصابه جنش عمل احمد ناجي، جاب ابو جابر عشان يوزع الحمل التدريبي، وانت بتفهمه في الطب الرياضي، بتفهموا في اللوائح، بتفهموا في القانون، بتفهموا في الطب، بتفهموا في الهندسه، بتفهموا في كل حاجه. ربنا يسترها علينا وعلى الشعب المصري، ومكرم محمد احمد يتدخل واعضاء مجلس الشعب يرفعوا ايديهم ويرفعوا الحصانه عن مرتضى منصور عشان كل ذي حق في مصر، كل واحد صاحب ذي حق، كل واحد صاحب حق في مصر ياخد حقه بعد الاهانات اللي كل الناس بتسمعها وبتشوفها يوميا او بشكل شبه يومي على قناه المحور من خلال برنامج الزمالك اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.